ويسألني عن الأخبار طفلي يطاردني بها وأنا أشيح يظن بأن بي بخلا فيقسو وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحلو وصادري وإن ضاق الزمان. ومن عجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل وعلا أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي الله عز وجل مع حلم الله عليه، فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك عصاة بني آدم، بل ويستأذن ربه في ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات يستأذن الله أن ينتضح عليهم، أي على العصاة، فيكفه الله بمنه وكرمه. فلا إله إلا الله، البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصاة ويستطيع لكنه مأمور. ومنا من لا تحرك فيه المعصية ساكنا، تنتهك حرمات الله وتتجاوز حدوده وتضيع فرائضه ويعادى أولياؤه، ثم لا تتمعر وجوه، فأين الإيمان يا أهل الإيمان؟ إن في ذلك لآية وكم لله من آية، فتأملوا يا أولي الألباب. جلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ومن منه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟